issue. Like, it was a sensitive issue. That is my like. So Rasha, I thought I did that yet. بتاع البروسس. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك شكل ميل الخط على الخريطه بيكون هو ايه؟ معبر عنه بالايه؟ بقصه السنسيف ريشن. خلاص؟ طيب يبقى ميل الخط على الخريطه هو اللي بيمثله الايه؟ السنسيف ريشن. طيب ازاي الكلام ده؟ قال لك تعالى قبل ما اشرح لك ازاي ناخد ثلاثه اكزامبل. فعندي جراف هيتنج بس. حد يعرف يقول لي الهيتنج بس ده السنسيف ريشن بتاعه كام؟ واحد. خلاص ما هنا ما بنحطوش بنسبه مئويه بنحطوا ايه؟ رقم عادي. طيب ليه بواحد؟ لان السنسيف هيت ريشيو ده او اسف الهيتنج ده ما فيهوش غير ايه بس؟ السنسيف. يعني معنى كده ان الهيت بتاعك كام؟ صفر. يبقى الرقم على نفس الرقم يطلع ايه؟ واحد. طيب السنسيف هيت ريشيو بتاع الموديفيكيشن؟ زيرو. كام؟ زيرو. طيب ليه؟ لان السنسيف بتاعه زيرو يبقى ايه؟ صفر على رقم يطلع ايه؟ يطلع صفر. طيب الادياباتيك ساتوريشن اللي شرحناه من شويه اللي هو كان كونستنت ايه؟ كونستنت اتش. حد يعرف يقول السنس هيت ريشيو بتاعه كام؟ نص. نص. طيب ليه النص؟ لان الكيو سنس والليتنت في منهم قد بعض، فقيمه على ضعف القيمه يطلع ايه؟ يطلع نص. ماشي؟ طيب المفروض ان الكلام ده سهل، يعني ايه سهل؟ يعني انا عاوز امثل هيتنج بس، عاوز امثل الانفكيشن بس، عاوز امثل الادياباتيك ساتوريشن، دول سهلين كلهم. طيب لو انا عندي بروسس بقى السنس هيت ريشيو بتاعها ب 9 من 10 8 من 10 7 من 10 اي رقم تاني، ايه اللي بيحصل؟ قالك هو جه حسب الكلام ده على الخريطه وساعدني في بقيه الايه؟ بروسيسز. ازاي؟ ان هو جه عمل لي مؤشر في المنظر ده، المنقره اللي محطوطه على الشمال. الخط الهيتنج ده اتفقنا ان هو سنس هيت ريشيو بواحد، يبقى الخط الاولي بتاع الهيت ريشيو كام؟ رقم واحد. والخط الراسي بتاع الكوميونيكيشن ده عليه رقم كام؟ صفر. يعني هو ده بيمثل ايه؟ الكوميونيكيشن والكوميونيكيشن. لقيت الارقام كلها ان هي متوزعه بقى 9 من 10 8 من 10 6 من 10 ايه؟ والباقي. خلاص؟ طيب وهتلاقي ان الارقام دي، ركز معايا، هتلاقي الارقام دي متكرره هي هي بالظبط فوق. 9 من 10 8 من 10 6 من 10 وايه؟ وهكذا. خلاص؟ لغايه الصفر. طيب قال لك ايه موضوع فوق وتحت ده؟ موضوع فوق وتحت بكل بساطه قال لك استخدم، ركز يا جماعه الناس تركز معايا في الكلام ده، استخدم نص الفوقاني لما يكون الكيو سنسر، كيو سنسر وكيو ليتر عكس بعض في الاشاره. خلاص؟ طيب وهنا لما يكون الكيو سنسر وكيو ليتر سيم ساين. طيب ازاي الكلام ده؟ لو جيت كده اديتك اكزامبل بسيط على القصه دي، لو افترضت كده معاك ان عندي اجراء شكله عامل كده، سنسبل بالمنظر ده وليتنت بالمنظر ده، كده سنسبل بوستيف ولا نيجاتيف؟ بوستيف. والليتنت؟ بوستيف. هيطلع شكل الاجراء عامل ازاي؟ شكل عامل كده. طيب الشكل اللي عامل كده ده في اي ناحيه؟ فوق تحت، اللي هي بتاعت السيم ساين. طب لو العكس، لو نيجاتيف خلاص ونيجاتيف، لو نيجاتيف ونيجاتيف بالمنظر ده هيطلع شكله عامل ازاي؟ برضه ايه؟ برضه الناحيه دي. خلاص؟ يبقى كل اللي فرق بس السهم، بس الميل نفسه في النص الايه؟ تحتاني. طب لو اتعكس الدنيا بقت بوزيتيف كده ونيجاتيف كده هيطلع شكله عامل ازاي؟ هيطلع مايل ايه؟ كده، يعني بوزيتيف ونيجاتيف هيطلع شكله عامل كده، واخيرا لو هو نيجاتيف بوستيف هيطلع ايه؟ شكله عامل كده. خلاص؟ ايه اللي انا عامله ده؟ هو ده كل الاوبشنز اللي ممكن تحصل. سنس ريليتد بوستيف ونيجاتيف، اي كومبينيشن ممكن يحصل ايه؟ محطوط قدامك. هتلاقي ان اللي زي بعض في الاشارات هتلاقيهم في النص الايه؟ التحتاني، واللي عكس بعض في الاشارات هتلاقيهم ايه؟ في النص الفوقاني. طيب عشان برضه تبقى مريح دماغك، النص التحتاني ده امتى على طول بيحصل؟ قال لك دايما بيحصل في الصيف. والنص الفوقاني ده دايما بيحصل في ايه؟ في الشتاء. طب اشمعنى؟ اتفقنا من شويه واحنا بنتكلم على الغرفه ان في الصيف
داخلي سنسبل وداخلي ايه ليتد، فالاثنين ليهم نفس الايه الاشاره. طب في الشتاء ايه اللي بيحصل؟ قالك بيبقى السنسبل معكوس. ليه معكوس؟ لانه ايه خارج. بس هل في الشتاء انت كبني ادم بتشفط بخار ميه بدل ما بتطلع بخار ميه؟ هو نفس البني ادم بيطلع بخار ميه، بمعنى كده كيو ليتد بتبقى داخله لكن كيو سنس من ايه خارجه، فبتلاقي عكس بعض في الاشاره، بتضطر تستخدم ايه النص الفاين خلاص. طيب بسرعه كده عايز اقول لك اكزامبل على الايه على الكلام ده. لو انا افترضت كده ان انا اديتك نقطه اسمها نقطه واحد خلاص، وقلت لك ان كيو سنس بتاعتها برقم والكيو ليتد برقم، واديتك معلومه واحده عن نقطه اثنين اللي هي مثلا التمبرتشر، اوقع نقطه زي دي ازاي؟ طيب السنسبل والليتر احسب حاجه اسمها ايه؟ السنسبل هيت ريشيو، طلع برقم اعمل فيه ايه؟ اشوف الاشارات بطلع فوق ولا تحت؟ اشوفه على الاشاره، اخش على المنقله. طيب اخش على النص التحتاني ولا الفوقاني؟ على حسب الاشارات، هنا الاشارات بلغت ماينس تحتاني ونيجاتيف، يبقى فين؟ الاثنين تحتاني. طيب تحتاني اشوف الرقم اللي طلع لي مثلا 7 من 10 مثلا، او جاي على 7 من 10 ارسم خط واعمل منه موازي من نقطه كام؟ واحد. يبقى موازي من نقطه الكلام ده من نقطه واحد، يبقى ده الايه؟ السنسبل هيت ريشيو. هقطع الخط ده بعد كده مع مين؟ مع التمبريشر 2. مع التمبريشر بتاع نقطه 2 يبقى وقعت نقطه كام؟ نقطه 2 خلاص؟ طيب اشمعنى وقعتها في الناحيه دي؟ عشان ده اتفقنا نيجاتيف ونيجاتيف، يبقى اكيد الايه؟ ناحيه خلاص؟ طيب عاوز بس ملحوظه اخيره، يا ريت يا جماعه السكشن الجاي هيبقى اهم سكشن في السايكومتري. اشمعنى؟ عشان السكشن الجاي مش هشرح حاجه خالص، احنا كده خلصنا شرح، المره الجايه هيبقى كله حل ومسائل، عندنا مسائل وافكار كتيره، فيا ريت لو سمحت تيجي مراجع الكلام ده والكلام بتاع السكشن اللي قبل خلاص؟ الناس تفضل قاعده لسه هم. طيب فالناس تيجي ان شاء الله المره الجايه مراجعه فين؟ مراجعه خلاص؟ تاني حاجه يا جدعان تاني حاجة الشيت قدامك كده 30 مسألة تقدر تشتغل فيهم كلهم خلاص؟ محدش هنزلها على آخر الأسبوع.